الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نعم، تكلمنا عن خطبه النكاح. يبقى فيها يعني حديثان كان فيهم على الاسناد، فنحاول قدر الامكان اننا نحاول الايجاز فيه وندخل على باب اعلان النكاح. الحديث الاول، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا بكر ابن خلف ابو بشر. بكر بن خلف أبو بشر حسن الحديث، فيه ضعف. قال الحافظ وصدوق، قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع من رأينا كثيرا وهو ثقة ثبت أمين. قال حدثنا داود، وهو داود بن أبي هند، وهو ثقة متقن، لكنه بآخرة يعني تغير بعض الشيء بالآخر، لكنه من المتقنين. قال حدثني عمرو بن سعيد. عمرو سعيد ثقة ثبت من الثقات. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، تلميذ ابن عباس، من أنجب تلميذ ابن عباس. تعلمون أن الإمام أحمد قال: قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق يوم أن قتله والناس أحول ما يكونون إليه. عن ابن عباس، ابن عباس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من عباد الله الأربعة كما قلنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الخطبة بين هذه الحالة كما قلنا، الخطبة خطبتان، خطبة يعني تكون خطبة للحالة وتكون خطبة أيضا في الصلاة التي بيناها. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وثقة ثبت الأمين، محمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني. قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. وهذا حديث ضعيف. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. فقد قال بعضهم بأنه حسن دون الصحيح فوق الضعيف، وهذا الحق. يعني القرة ضعيف وفيه كثير من الضعفاء، فالحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وهذا حديث رواه الأوزاعي عن قرة عن الزهري، والأوزاعي له قول ذلك بأنه أثبت نفس الزهري، وهذا فيه نظر. قال الدرقني أن محمد بن كثير رواه عن الأوزاعي عن الزهري ولم يذكر قرة، ولذلك حدث به خارجة بن مصعب بن أبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري وأسقطوا قرة. والعلماء لهم في ذلك إجابتان. أنا عايز أهل الحديث، يعني الرواية جاءت عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري، وكثير من الروايات جاءت عن الأوزاعي عن الزهري مباشرة، فما الإجابة على ذلك؟ يعني هذا هل يوجب اضطرابا أولا أم لا؟ وما الإجابة عنه؟ روى عن قرة عن الزهري وروى عن الزهري مباشرة، هل يوجب اضطرابا؟ هذا السؤال الأول. الثاني، كيف الإجابة عنه؟ أين الإجابة؟ قال لا يوجب اضطرابا لأنه يحتمل أنه سمع مرة بعلوم. ممتاز ممتاز يا جهاد، نعم صحيح. ومن الإجابة ذلك هو يوجب اضطرابا، وأنه يكون هنا الأوزاعي قد سمعه من الزهري مرة وسمع من قرة مرة كما قالت المرية أيضا. طب جزيتم الجنة. وقد ورد أيضا عن أن رواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وهو هنا الزهري أيضا رواه عن أبي سلمة. فنقول له شيخان، له عبد الله بن كعب بن مالك، وأيضا الشيخ الثاني هو أبو سلمة. والحق بأنه كما قلنا الحديث السند فيه ضعف، ولكن الحديث برمته هو حديث حسنه ابن الصلاح والنووي وأخرجه ابن حبان في الصحيحين والحاكم في المستدرك. وفي قوله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، في رواية كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله بذكر الله وباسم الله فهو أجزم فهو أبتر. وهذا معناه وهذا يوجب وجوب الذكر لله فعلا عند مقدمة أي شيء فيه أهمية. فكل أمر ذي بال، كل نصف العموم بعد كل أمر له أهمية، كالصلاة، خطبة العيد، كالكسوف، كالاستسقاء، أيضا يعني خطبة للصلاة، وأيضا الخطبة أو العقود المهمة وصفات الأمة يذكر فيها بسم الله جل في علاه، لأنه ذكر الله جل في علاه
لا يأتي على قليل إلا وكسره، ولا يأتي على كثير إلا بركه. وذكر الله جل في علاه هو أعظم الذكر، فابتداء الخير فيه التبرك أولا، وفيه أيضا إظهار ربوبية الله جل في علاه، وفيه الافتقار إلى الله جل في علاه، وفيه أيضا بأنه من وفق من لا يوفق أحد إلا من وفقه الله جل في علاه، فهو سبيل إلى الاعتقادات السليمة السديدة أو الاعتقادات الصحيحة في ربه جل في علاه. وفيه أيضا علو الإيمان، وفيه حسن التوكل على الرحمن، وفيه الأخذ بالسبب أيضا من تمام التوكل على الله جل في علاه. ولذلك لابد الإنسان في كل أحواله أن يذكر الله جل في علاه، وهو ذكر الله بالأزلية الأبدية بأن الله هو الأول وأن الله هو الآخر، فهو يذكر بالأولية بأن الله جل في علاه هو الذي ابتدأه هذا الخير الذي يقدم عليه من زواج، من صفقة، من تجارة، من صلاة، من غير ذلك، يعلم بأولية الله جل في علاه، وأنه لولا أن يوفق من الله لا ليس بموفق. ولذلك العبد الموفق المسدد الذي يعلم يقينا وينظر بعين قلبه إلى أولية الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأيضا في قول الله في علاه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، قال فمن ورد خيرا فليحمد الله. وذلك قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله تفضلا وتكرما، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فكل أمر يذكر فيه الله جل في علاه فيها ما فيها من المعاني الإيمانية وعلو المسألة الاعتقادية في هذا الباب، بأنه يرى يعني ينظر بعين قلبه إلى أولية الله جل في علاه والآخرية أيضا، فهو إذا نظر الأولية ينظر إلى الآخرية ويعلم أن عاقبة الأمر إلى الله جل في علاه، فلا يغش ولا إن كان صفقة أو بيعا لا يغش ولا يختال وأيضا ولا يغبن ولا يغرر أحدا أمامه، وأيضا كان خطبة يكون كذلك على الوصل بما يرضي الله جل في علاه، لأنه ينظر إلى الآخرية في هذا الباب. وأيضا عندما تكون صلاة أو تكون عبادة فإنه ينظر إلى الآخرية، فهذا يدعو إلى الإخلاص لله جل في علاه. هذا ختام الباب في الكلام على خطبة الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب إعلان النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومن الثقات عمر علينا كثيرا، قال خليل بن عمرو مقرونا به، قال حدثنا عيسى بن يونس ومن الثقات، قال عن خالد بن إلياس، وخالد بن إلياس هو علة الحديث، آفة الحديث خالد بن إلياس، قال عن خالد بن إلياس وهو علة الحديث فهو ضعيف، وقد نسبه ابن حبان للوضع، وهذا طبعا فيه مغالاة أيضا، ولذلك أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الآية المتناهية من طريق خالد بن إلياس وضعف الحديث به يعني جعل عصب الجناية به ورواه الترمذي في الجامع حديث عائشة، وقال بالدفوف بدل الغربال، قال عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن هو شيخ مالك الإمام العلم، عن القاسم بن محمد ثقة بن سبت أمين، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا سيدة نساء العالمين، أقول هي أعلم نساء العالمين بالإطلاق، وهذه بالموافقة لا منازعة في ذلك بحال من الأحوال كما قال الذهبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح، هذه المسألة الأولى هو الآن، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. في الوقت الأخرى قال واضربوا عليه بالدفوف، أعلنوا واضربوا عليه بالدفوف، وإن كان يعني الإمام الأباني وإن ضعفه لكنه يعني صححه في صحيح الجامع في السلسلة، أعلنوا النكاح، أعلنوا هذا النكاح صحيحة. وهذا حديث رواه البيهقي أيضا من طريق أصبغ عن عيسى بن يونس بإسنادي ومتني، لكن البيهقي قال خالد بن إلياس ضعيف، وصحيح أنه من شدة ضعف خالد بن إلياس تعصب به الجناية، وإن كان بعض العلماء قال من فرد خالد بن إلياس، رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده عن يزيد بن هارون أنبأنا عيسى بن ميمون عن القاسم فذكره بزيادة فيه كما يعني جاء في المسانيد العشر. وله شواهد أخرى، له شاهد من حديث عبد الله بن الزبير رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وهذه مسألة مهمة جدا، أعلنوا النكاح هذا وجوب، أعلنوا أمر وظاهر الأمر الوجوب، إذن يجب إعلان النكاح، يجب إعلان النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعلنوا النكاح أمر وظاهر الأمر الوجوب. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينكل بنكاح السر، وهنا هناك خلط وخبط وعدم معرفة لبعض الناس، بل لكثير من الناس حتى من طلبة العلم،
لا يفهمون الحديث فهما مغلوطا، يقولون إعلان النكاح لابد أن يعلن على الجميع، ويرون بأن من تزوج ولم يخبر امرأته عن الزواج، أو لم يخبر كثير من الناس عن الزواج، أن هذا من نكاح السر الذي كان ينكل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وباتفاق نكاح السر باطل، نكاح السر باطل. لكن يا ترى ما هو نكاح السر وما هو الإعلان؟ هذا هو الأصل. وعدم الفهم هو الذي خلط الأمور على كثير حتى من طلبة العلم. نكاح السر هو النكاح الذي خلى من الولي وخلى من الشهود. نكاح السر هو النكاح الذي خلى من الولي وخلى من الشهود، هذا نكاح السر، ولو شهد عليه العالم أجمعه. فنكاح السر هو الذي خلى من الولي أو خلى من الشهود، هذا نكاح السر. وهذا الذي كان يعني ينكل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعزر على ذلك. نكاح السر هو كما قلنا خلو العقد من الأولياء أو من الشهود. وأما الإعلان بوجود الولي والشهود، هذا إعلان. إذا وجد الولي والشهود هذا إعلان، وإن لم يخبر أحد من يعني من العالمين. لكن طبعا نقول عشان الأعراف أنه يدخل ويخرج، لابد إذا دخل وخرج أن يعلم الناس أنه زوج حتى ما يكون فيها الريبة. لكن هو أقول ليس شرط أن يعلم الجميع، الإعلان هو وجود الولي والشهود. وإن كان الملكية يرون الإعلان وجود العامة أو وجود الشهود، يعني الملكية يعولون الإعلان على الشهود، ولذلك هم يرون بأن وجود العامة الفرح يكون والعرس يكون مع حضور العامة من الناس، قال هذا إعلان وينتهي الأمر، يكون هذا الإعلان. لكن في قولي أعلنه واجب. وتفسيره كما قلنا في الإعلان هو وجود الولي والشهود أقله، فأقل الإعلان هو وجود الولي والشهود، وأكثر الناس يعني يعلمون أو الدويرة أو المحلة التي فيها حتى يعلم بأنها تزوجت، حتى لا تكون ريبة، لا تأتي عليهم مرة حاملا فينظرون إلى حملها ويتكلمون أو تتهم بحملها. فلا بد أن يكون ذلك يعني في وضع الاعتبار والاهتمام في هذا الباب. فإذا أعلنه هو ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب، والإعلان كما قلنا وجود الولي والشهود أقله، هذا أقله، وأكثره أن يكون الناس جميعا قد علموا هذا النكاح. وهذا كما يحدث في الأعراف بين الناس، قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وقال واضربوا عليه بالغربال. فهذه فيها جواز ضرب الدف في العرس، هذه فيها جواز ضرب الدف في الأعراس، وهذا قد ورد، ضرب الدف قد ورد في الأعراس، ورد في الأعياد، وورد أيضا عندما النذر في أمور الفرح أو ما شابه الأعراس. إذا ضرب الدف جاء في مواطن ثلاثة، فضرب الدف جاء في الأعراس، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا الغزل والأشعار في الأعراس كما سيأتي في الحديث الأخرى، وحديث أيضا الذي يأتي في الباب في الكلام على سماع الأغاني والمليات في هذا الباب، لأن بعض العلماء جوز ذلك في الأعراس كما سيأتي. والثاني ضرب الدف في الأعياد كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، عندما دخل وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما، استلقى النبي صلى الله عليه وسلم وجد جاريتين تغنيان، ولسنا من المغنيات، ولكن كانت تغني بما حدث في الجاهلية عند حرب الأوس والخزرق، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستدار، نام واستلقى واستدار. فلما دخل أبو بكر قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما أبو بكر فإن اليوم عيد، دعهما أبو بكر فإن اليوم عيد. وأيضا لما رجع سلم منتصرا قالت له المرأة إني نظرت إن ردك الله علينا سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. قال وهنا دلالة واضحة جدا على الجواز من وجهين، ما هما الوجهان يا شطار؟ قالت إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف إن ردك الله علينا سالما، قال أوفي بنذرك، هذه دلالة واضحة جدا على الجواز، لكنها من وجهين. أسأل ما الوجهان؟ وجه سهل يسير ستسرعون به، أنا أريد الوجه الثاني الخفي. قالت نظرت، قال أوفي بنذرك، دل على الجواز ضرب الدف في الرأس، بل ضربت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوفي بنذرك، دل ذلك على الجواز. أريد الآن وجه الجواز، الإقرار في الأول كما قال جاد، والإذن منه الإقرار، هذا عطف تفسير، يعني ما أتيت بواحدة قالت إفاء النذر واجبا فما يكون حراما،
تسألينني ولا تبينين الإجابة سكينة؟ نعم إجابة سديدة. طيب إجابة سديدة، لكن أنا أريد الثانية. إجابة سديدة. أمري أوفي بنذرك وفهم النذر دل على جواز النذر. صحيح، وجاز في غير العرس الوفاء بالنذر، أوفي بنذرك. طيب طيب، عامه الاجابات التي اتيتم بها كلها اجابات صحيحه، لكن ام ماريا جاءت بالاجابه التي اريدها، وهو الوجه الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذن قال اوفي بنذرك، ففيه اولا بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها اوفي بنذرك دلاله واضحه جدا على جواز الضرب واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها بالضرب على الضف. في قولي اوفي بنذرك دلاله على ان، وطبعا لم تاتي بها تصريحيه لكن جاءت بها، فدلالة على أن النذر بضرب الضف ليس معصية، ما أحد أتى بها، لكن ألمحت إليهم أم ماريا فيما أريد اللي هو الخفي، إنما الظاهر الجميع أتوا به عندما قال أوفي بنذرك، كأنه أقر بأن النذر قائما أو بأن النذر قائم، فهذه دلالة أن هذا النذر ليس معصية، لأننا كما درسنا في النذر أنه لو كان نذر معصية ماذا يحدث؟ لو كان النذر معصية، لو كان النذر معصية لا ما كان انعقد. مالك يا سكينة؟ رب زدني ما أجابك، يعني أنت الآن صدرت نفسك محامية لها. طيب، جمعكم الله في الجنة معا، فين أجابت؟ أنا هو ببحث طالع نازل عشان أشوف وين أجابت، أين أجابت؟ وأجازه في غير عيد ولا عرس، أين هي أجابت؟ فين؟ وين؟ وأجازه في غير أنه في النذر يكون في معصية. نعم أجابت، نعم ممتازة. هو هذا، فهذه دلالة واضحة جدا على ذلك. ماشي، جزيتم الجنة جميعا، هذا الصحيح. بعيدا من وجهين، قال لها أوفي بنذرك، قال لها أوفي بنذرك، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وأضرب عليه بالدفوف، وضرب الضف كما قلنا في هذه المواطن الثلاثة تجوز، وضرب الضف ما في شيء. أنت تحسنين الآن عندما تنصرين أختك، فهذا خير كبير، وهذا من رقي الخلق. جزاكم الله جميعا كل خير. أعلنوا النكاح وضربوا عليه بالدفوف، قلنا على جواز ضرب الضف، وضرب الضف في مواطن ثلاثة أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الضف. وإذا قلنا بالجواز، فالشافعية يرون أن ضرب الضف يكون للرجال والنساء، أن ضرب الضف ما كان جائزا فهو للرجال والنساء، قال به الحليمي أو غير الحليمي مع وجه عند الشافعية. وجه آخر أنه لا يجوز، وأن كان جمهور العلماء يرون بأن ضرب الضف لا يكون للرجال، يكون للنساء لا للرجال، ولأن الأدلة التي جاءت كلها مصرحة بجواز الضرب بالضف كلها للنساء، وهذا الأسد وهذا الأصح، يعني ضرب الضف لا يكون إلا للنساء، وهذا عملهن يعني، فضرب الضف يكون للنساء لا للرجال، وإلا فهو خارج المروة للرجال، وإن كان كما قلنا في الشافعية أنه ليس خارج المروة، لأنه ما دام قد أجاز الشرع فلا يمتنع إلا بدليل، فلا يمتنع غير إلا بدليل، فلا يمتنع إلا بدليل. نعم، والأسد البعد. نعم، هذا القرآن قالت أيضا ما ينعقد، لكن جاءت متأخرة، لكن جيد إجابة سديدة. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن رافع، وهو حسن الحديث، قال حدثنا هشام بن بشير، وهو من ثقات الأثبات لكنه درس تدليس تسوية، عن أبي بج عن محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الضف والصوت. وهذا الإشكال هنا أوجب إشكالا عندنا في قوله والصوت، قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. طيب الدف، خلاص تكلمنا عن الدف وقلنا بأنه يجوز، وأن الدف في مواطن ثلاثة يصح، دعهما أباك فإن اليوم عيد، وأنه ما دام كان جائزا للنساء فهو جائز للرجال والنساء عند وجه الشافعية. وقلنا الأسد والأصح والأقرب للسنة بأنه للنساء فقط، ولأن الأدلة التي جاءت بالضرب الدف كانت للنساء. قال الدف والصوت، ففسر بعض العلماء الصوت هنا هو الصوت بالذكر والتشهير بين الناس، يقال فلان تزوج فلانة وفلان تزوج فلانة، حتى ويتصلون بالهواتف فيعرف ويشتهر بين الناس، هذا معنى الصوت.
والحق بأن بعض العلماء ذهب بأن الصوت هنا معناه الغناء المتعارف عليه، وهو الغناء المصحوب بآلات الله، الغناء المصحوب بآلات الله. ولذلك بعض ما قال إعلان النكاح يكون باضطراب الصوتي بهذا بالغناء ومعه آلات الله، ليعلم الجميع بأن اليوم فيه عرس لفلان وفلانة. وإذا نظرنا في قوله سلم الدف والصوت، وقلنا بحسن بأن الحديث حسن، فالصوت فيه احتمال، الحق الصوت فيه احتمال، الصوت فيه احتمال، الصوت فيه احتمال. الاحتمال الأول أن يقال بالصوت هو الدف، ويكون العطف هنا مؤكد للضرب بالدف، ويكون هذا صوت. أيضا الصوت بإعلان النكاح أو كما يقال إعلان العقد بين الناس. والصوت يحتمل الآلات والموسيقى والغناء، الحق أنه يحتمل، نعم يحتمل. ولذلك من قال بجواز الموسيقى قال هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، يعني على الإعلام. وهذا سيحملنا في الكلام على مسألة الغناء، ما دمنا قلنا بأن بعض العلماء حمل الصوت هنا على الغناء، وجب علينا أن يعني نتكلم عنهما. طيب نتكلم عنها وبعد ذلك نختم الكلام على حديث أبي بكر وفي قوله أمزمور الشيطان، لأنه أيضا استدلوا به، لأن قالت كانت جارية تغني وجاريتان يتغنيان. إذن في قوله الدف والصوت قال به بعض العلماء في مسألة الغناء والموسيقى. نعجل بالكلام على الغناء والموسيقى عرضا وليس أصالة، وأيضا بإجاز دون الإخلاف، وهل يجوز الغناء أم لا، وهل تجوز آلات الموسيقى أم لا، هل في خلاف؟ الإجحاف أن نقول لا خلاف، وأنا ما اعتدت على الإجحاف. الإجحاف أن نقول لا خلاف، هناك خلاف، لكن هل الخلاف محسوم ولا غير محسوم، خلاف ضعيف أو غير ضعيف؟ أنا أراه من الخلاف الضعيف، أراه أدين الله بأن هذا من الخلاف الضعيف في مسألة الغناء المصحوب بآلات الموسيقى آلات الله والمعازف، فهو هو الذي أدين الله به. إن وجد الخلاف قد وجد، ولكنه خلاف ضعيف، لكنه خلاف ضعيف. والذين قالوا بجواز الغناء والموسيقى استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة استدلوا بها هو أن حديث أبي بكر الأصل، طبعا الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، واستدلوا على ذلك بجواز الدف. قالوا إذا أجاز الدف فلما يمنع غيره، مع أن الأدلة جاءت بأن السلام نهى عن الكوبة وفيها التهليل والطبل في هذا الباب، فقالوا بها. وقالوا أيضا بأن بحديث القادم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما دخل وجد جاريتان تغنيان، قال وهذه دلالة لما أقول أمزمور الشيطان، والمزمور هو آلة الموسيقى، والآلة هي الآلة. وإن كان الحق أنهم ما كان معهم آلات من الله، يعني الجارية ما كانت معها آلة من آلات الله، لكن جعل وعد الإماء أبو بكر الغنى نفسه مزمور من مزمور الشيطان، عده ذلك، لا أن أنها كانت تمسك بيدها آلة من آلات الله وتغني بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، أبعد ما يكون هذا، هذا أبعد أبعد ما يكون. طبعا تعلمون أن المدينة كان منهم من يعني يتوسع جدا في السماع، حتى قالوا أن ابن المجشون كان لا يعطي مجلس الفقه حتى يسمع آلات، يعني سبحان كأنه يعني بينسجم رأسه، لا لا يعني أنا ما عالم من العلماء، فالأولى نسكت أحسن في هذا الباب، لأنه كان يرى ذلك، يعني يرى ذلك، يرى أنه يسمع، وهذا نقله الذهبي، لأنه كان يسمع قبل أن يأخذ مجلس الفقه، كان يستمع أولا لهذا. المهم الغرض المقصود أنهم قالوا بالجواز، ولهم هذه الأدلة التي أراها واهية، وهي وطبعا عندهم دليل أيضا آخر لهم مستمسك فيه بأن ابن عمر، وهذا الدليل للذين للمانعين، لكنهم يستدلون بطريق خفي بأن ابن عمر كان يقول لنافع عندما سمع المزمار وضع إصبعيه في أذنيه ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول يا نافع أنتهى، يا نافع أنتهى، فنافع قال أنتهى فأنزل إصبعيه. قالوا إذا لو كان حراما لحرم على نافع، لما يقول يا نافع انتهى، يا نافع انتهى، يا نافع انتهى؟ وصراحة لهم مستمسك في هذا، لهم مستمسك في هذا. وهنا يقولون بأن ابن عمر فعل الأكمل وخلاص، فعل الأكمل بذلك، لأنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول العلماء في الذين قالوا بالغناء الذي أصحابه الموسيقى، فقد نقل الإجماع على الحرمة القرطبي وابن رجب وغير هؤلاء، هناك ثلاثة أو أربعة نقلوا الحرمة على الإجماع على الحرمة. طبعا هذا الصحيح أن الإجماع هنا فيه نظر، الإجماع في ذلك فيه نظر، لكن نقلوا الإجماع دلالة على أنها انتشرت وأن آكد الأقوال في ذلك مسألة الحرمة، فقالوا بأنها يعني على الحرمة،
واستدلوا على ذلك من الكتاب ومن السنة وقالوا بالإجماع، والإجماع فيه نظر حتى نكون من المنصفين. أما من الكتاب فاستدلوا بأدلة كثيرة جدا، أقوى الأدلة يستدل بها على ذلك لأنها جاءت من تفسير ابن مسعود وابن عباس وكفى بهما في ترجمان القرآن. قال الله جل في علاه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: هو الغناء، وأقسم على ذلك. وقال ابن عباس: هو الغناء بالآلات واللهو وغير ذلك من المعازف. وهذا نقل عن من؟ عن مجاهد، وعن أيضا سعيد بن جبير، وأيضا نقل من التابعين، من خيار التابعين، عن الحسن البصري. فكله نقل عنه بأسانيد صحيحة بأنهم قالوا في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قالوا لهو الحديث هو الغناء بهذه الآلات الموسيقية وآلات اللهو. وأيضا استدلوا بآيات أخرى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك، قالوا الغناء. ويعني فيها، وإن كان فيها نظر لكنها يستدل بها. واستدلوا من السنة بأدلة من الحديث الذي علقه الإمام البخاري وهو جاء موصولا، وأيضا هو حديث صحيح كالشمس، ليس فيه ثم شيء، ليس فيه أي مغمز ولا مطعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون، أو قال: يستحل قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحرى الزنا والحرير اللين وهذه الرجال والخمر والمعازف. وهذا الحق وجه الدلالة في هذا الحديث من أكثر من وجه. الوجه الأول هو التصريح بقوله يستحلون، ولا يأتي الاستحلال إلا بعد انعقاد الحرمة، لا يأتي الاستحلال إلا بعد انعقاد الحرمة. إذا الأربعة المذكورات محرمة، ولا يقال كما قال بعضهم غفر الله له أنه لا يحرم إلا إذا كانت الأربعة مجتمعة. لو قلنا بقوله لابد أن يلزم أن يقول الزنا ليس بحرام إلا أن يجتمع مع الثلاثة، وهذا كلام باطل. وشرب الخمر لا يكون حراما إلا أن يجتمع مع الثلاثة، وهذا باطل، كلام باطل، يعني كلام ما أدري من أين أتى به، لكن سبحان الله الفكر إذا تأثر به الإنسان يحيد. ولذلك لابد أن يكون الإنسان متحررا يقف أمام الدليل ويقوده الدليل. الفوز لذلك لا يعتقد المرء ثم يستدل، بل يستدل ويعتقد تبعا لهذا الدليل. الغرض المقصود بأنه قال يستحلون هذا أولا، والثاني دلالة الاقتران، اقترنت المعازف بالخمر، واقترنت المعازف بالزنا، واقترنت بالحرير، وهذا كله محرم متفق على تحريمه، أما الحرير فللرجال متفق على تحريمه. يبقى إذن دليل واضح في التحريم ولا كلام فيه. الأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمتي الخصف والمسخ ثم والقصف، فالخصف والمسخ، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخصف بأناس كانوا يجلسون تدور الكؤوس على الرؤوس، تدور كؤوس الخمر، يشربون الخمر على الرؤوس، يستمعون للقينات للمغنيات. يبقى إذن جمع بين أمرين كان بهم الخسف، جمعوا بين أمرين كان بها الخسف بهم الخسف، جمعوا بين شرب الخمر وسماع الغنى. هذا الله تعلمون أنه سماع الغنى مع شرب الخمر مركب الكبيرة على الكبيرة، وإن كانت مسألة الغنى كبيرة أم لا سنبين إن شاء الله. فيخسف بهم، يخسف بهم، فاستدعى الخسف بذلك بشرب الخمر مع وجود الآلات هذه، يزداد الاسم على الاسم، فيخسف بهم. هذه أيضا فيها دلالة على الحرمة. واستدل من ذلك أيضا في حديث أبي بكر عندما دخل وأردهما يتغنيان بالدفي، فقال: أمزمور الشيطان؟ كيف سماه مزمور الشيطان؟ أمن عنده أم بوحي؟ بوحي، ولا يتقدم إلى الله إلا فعلها ولا رسوله. ممكن أن يجتهد، يمكن أن يكون مجتهدا، نعم. ويأتي هنا السلام يقر ولا ينكر عليه، يعني هذا الحديث ليس لهم بل هو للمانعين، لأن النبي سلم ما أنكر على أبي بكر ويقول أنه مزمور الشيطان، لكن قال له كأنه قال له فهمك سديد صحيح، لكن انتبه هذا يوم عيد، قد يفرج، قد يرخص لهم في يوم العيد، وهو الذي كان في الترخيص في يوم العيد. قال: دعهما أبي بكر فإن اليوم عيد لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، هذه ترخيص، ويكون أبو بكر بذلك إما أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الحرمة، أو يكون هذا من أو يكون هذا وحيا، أن يكون هذا يعني وحيا من الله جل وعلا علمه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم
فقام به فقال أمجبور الشيطان لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما كأنه لم يسمع، هو يظن بأنه لم يسمع، لذلك قال أمزمور الشيطان كما تعلمت من النبي، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في أدلة الحرمة. وأيضا يزدون بالحرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع، كان يضع إصبعه في أذنه لما سمع المزمور، وضع أصابعه في أذنيه، ولو لم يكن حرام لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ليبين بيان الجواز، فلما لم يفعل دل ذلك بالفعل على الحرمة. إذا هذه الأدلة، ده أدلة الحرمة وأدلة الجواز، والصحيح الراجح في ذلك بأن الموسيقى أو سماع الآلات اللهو أو الغناء حتى لو في الأعراس لا يجوز بالآلات الموسيقية، لا يجوز بالآلات الموسيقية، والأدلة على ذلك دامغة ظاهرة قاهرة باهرة. وأما أدلة من قال بالجواز، الأصل عدم التحريم، قلنا جاء الناقل فنقل هو أن التحريم يستحلون والخمر والمعازف. وأما الكلام على مسألة حديث أبي بكر فهو لنا وليس علينا، وأما الدليل الذي يستدلون به بعد ذلك فعل ابن عمر لهم مستمسك فيه أنه كان يقول النافع انتهى نافع انتهى أو لم ينتهي. الحق بهذا يعني الإشكال فيه غايته بأن ابن عمر رأى بأن نافع قد اجتهد في أمر، وهذا الإشكال مخالف النص فلا يؤخذ به. غايته أن فعل هذا فعل النافع، كان نافع كان يعني الاحتمال وارد، كان نافع وضع إصبعه لكنه ينزع إصبعه تارة قبل ابن عمر فيسمع يقول لهم مهلا ما زال ويضع إصبعه مكانه مرة ثانية، الاحتمال وارد. وما دامت الاحتمالات واردة فالاحتمال يسقط يستدعي إسقاط الاستدلال بهذا الدليل، ولو لم يستدعي فهو مقابل للنص يستحلون انتهى الأمر، فصل النسل في النزاع، وافق من وافق كائنا من كان، خالف من خالف كائنا من كان، فإننا نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بكلام أحد آخر. قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الغناء بالموسيقى، أما الغناء نوع آخر من الغناء وهو الغناء كالحداء والأناشيد التي نسمعها الآن، الغناء بلا موسيقى بلا آلات له، فهذه الحق بأنها تعتبر كالأشعار، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا حسنه حسن وقبيح قبيح وقبيح. فمن قال ما يعني من قال بهذه الأشعار الطيبة الكلام على الخلق الطيب وعلى الكلام على المسائل التي تشد الهمم وغير ذلك من الحداء الذي قال فيه الإمام الشافعي يعني يستحسن الحداء في السفر والتحزين في هذا الباب، كما كان أنجشة قال رفقا يا أنجشة بالقوارير، وليس أيضا مستمسك لهم رفقا ما كان يغني، هذه حداء والحداء يجوز فيه السفر في هذا الباب، لا التي نراها الآن بالكلمات يعني التي فيها ما فيها من المخالفات الشرعية. فلذلك ما نرى يعني نحاول قدر الإمكان أن نبين الحق بأن الغناء أو استخدام الموسيقى لا يصح. طبعا لا يدخل في ذلك ما نعلمه بقى من مسائل الموسيقى والغناء المعروف المشهور الآن، فالحق بأنه لا يجوز، الحق بأنه لا يجوز، هذا الراجح الصحيح وهذا الذي ندين الله به. طيب قال باب الغناء والدف، وهذا يعني نكمله لنا أخذنا به انتهينا منه. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا طبعا صاحب المصنف من ثقات الأثبات قال حدثنا يزيد بن هارون وهو من ثقات الأثبات قال حدثنا حماد بن سلمة وهو أيضا من ثقات روى له البخاري مقرونا وروى له أصحاب السنن ومسلم. نعم حماد بن سلمة عن أبي حسين اسمه خالد بن المدني وحسن الحديث قال كنا من المدينة يوم عاشوراء والجوار يضربنا بالدف ويتغنينا، فدخلت على الربيع بنت معاوث فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان أباي الذي قتلوا في يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال أما هذا فلا يعني لا تقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد. قال أما هذا فلا تقولوا ما يعلم في غد إلا الله، ما يعلم في غد إلا الله، وهذا صباحة عرفة وزفاف. صح حديث مهم هذا الحديث، لكن أنا يعني طيب ننتهي منه ونقف عند كلام عائشة رضي الله عنها، كلام حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى لا نبخس الحقوق. تقول طيب شيخ أنا فضلا والمؤثرات الصوتية بصوت البشر ما حكمها،
يعني الذي يضرب على فمه فيخرج لنا البيانو والجيتار وغير ذلك هذا لا يجوز، لأن في النهاية السامع لو واحد ما رأى ولكن سمع من الخارج سيقول هذه كمان هذه جيتار هذا بيانو، يبقى لا يجوز، لا يجوز، لأنه ينزل منزلة الموسيقى، ينزل منزلة الموسيقى. هذا الحديث أثرنا أن نختم به ونقف عند حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه فيه فوائد كثيرة جدا في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلقي. لكن هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صبيحة العرس، صبيحة العرس، وكانوا يعني الجارية تغني وتغني يعني وتذكر ما حدث في بدر. الأصل في هذا أنها قالت وجارتان تغنيان ثم قالت تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا بهذا، لا تقولوا بهذا. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في الغد، وأن هذا القول قول لا يجوز بحمل حوال، بل هو كفر، هذا القول كفر. من اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر، من اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر. حاضر شيخ أمجد بقى سيدنا بعد هنخلص الدرس وإن شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة. طيب، فالذي الذي يقول بأن النبي عن الغيب فقد كفر، لأن الله تعالى قد قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك قال الله تعالى أمر النبي أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والأدلة على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب كثيرة جدا جدا جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل منزلا في غزوة بدر وهو لا يعلم أن هذا المنزل ممكن أن يكون فيه ما فيه من الشدة واللواء عليهم جميعا، عندما قال الحباب بن المنذر قال هذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع، أما هو الحر المكيدة، قال الحر المكيدة، قال ليس هذا المنزل، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب. في التأبير لما قال وما عليكم ألا تؤبروا، فذهب بالنخل وما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. حديث الإفك أجلى 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 المسائل حديث الإفك، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا يعلم الغيب. ومن ادعى علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب فإنه قد أتى فرية عظيمة، بل أتى كفرا. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد يختبئ له يراه هو الدجال الأكبر أم لا، فسمع له زمزمة بين الشجرتين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبيئة غيبه الآن، قال له الدخ، الدخ طبعا الشيطان أو الجن سمع، مسترق السمع سمع الدخان، فلما جاء يقرقرها في أذن من تحته جاءه الشهاب فقتله، ما الدخ ثم جاءه الشهاب فنزلت له الدخ فقط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما قال أخسأ لن تعلو قدرك، قال أخسأ لن تعلو قدرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن ادعى الغيب فقد كفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهانا أو عرافا أو كهانا فسأله فصدقه، فصدقه على الغيب لأنه كذب الله، ولأن الله تعالى قال أن الغيب جميعا له، وقال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب له سبحانه جل وعلا، لا يعلم الغيب إلا الله جل في علا. بهذا نقف عند هذا الحديث، وإن شاء الله تكملة الحديث بعد الفاصل المستنبطة يكون في الدرس القادم. لكن هنا حديث أعلن النكاح ففيها فوائد، منها أولا إظهار الفرح والسرور والاجتماع على ذلك على العرس، هذا من منن الله على هذه الأمة، وأيضا فيها التشريع والتيسير على الأمة، وديننا فيه فسحة، وديننا فيه فسحة. والفائدة الثانية ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قليلا تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. الثالث جواز الضرب على الدف، وهذا للنساء خاصة على الراجح الصحيح كما بينا. نعم، ما عندك يا شيخ أمجد الأسئلة؟ بيقول الشيخ سيدنا شيخ أمجد يقول بعض العلماء يرى رنات التليفون ليست منها. شوف هو في الحالتين هذا مما عمت به البلوى، جميعنا يقع في مثل هذا، جميعنا يقع في مثل هذا، لكن نحن نرى هل هذا هو من الموسيقى، يعني طبعا فيش واحد فيكم مخرج ولا فيش واحد فيكم كان يعني اصلا يعني ما يستره فيبين لنا هذه المساله عشان نرجع له فيكون عالما متقنا هي موسيقى ولا لا. انا كاجتهاد ضعفي وجهلي ما اراه موسيقى، انا لا اراه موسيقى الا اذا كان حقا ينزل منزله الطرف في مساله البيانو وغيره، فنزل منزلته فلا بد من تغييره، والا فليس فيه شيء، وليس فيه شيء. لكن سنقع في محظور آخر بأن الملائكة لا تصحب، يعني كانت لا تصحب يعني البعير الذي فيها أو الركب اللي فيه جرس، لأن الجرس يعني يعطي كأنه يعطي آلة موسيقية. الجرس تعرفون الجرس هذا يعني مع
صلصلة الجرس والاضطراب والاضطراب والتحرك يعطيها شيء من الطرب أو الموسيقى. فالمسألة فيها موسيقى أو لا صراحة أنا ما يعني لا أفصل فيها لأنني لا أعلم بذلك، لكن هذا مما عمت به البلوى وتعرف عليه الجميع، ولم أرى أحدا يعني شدد في الإنكار فيه. يا حبيبي أنت من وين؟ أسكت يا أحمد، أنت أسكت خالص. إيش الرنات العادية والرنات الغير عادية عند حضرتك؟ الرنات الغير عادية هي الرنات اللي هي يعني سبيشال بيرسون. غفر الله لك. عامة أنا قلت هذا عمل بها البلوى ولا أعرف أحدا متقنا قال هذه موسيقى، فإن كانت موسيقى فلا تجوز لابد من تغييرها. المحظور الذي أخاف منه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تصحب ركبا فيه جرس، هذا فقط الذي أرى فيه المحظور في هذا الباب. طيب في سؤال ثاني تقول فيه أناشيد يلتبس فيها هل فيها مؤثرات أم لا؟ هل يجوز سماعها؟ يعني الأولى لو فيها مؤثرات لا سماعها، لا يلتبس يبقى هي على الأصل بأنها على الجواز، والأول ورع تركها، والورع ليس بواجب. جواز ضرب الضف في الأعراس، نعم جواز ضرب الضف في الأعراس قد بينا له ذلك، وقد قال بعض الشفعاء أنه للرجال والنساء، وصحيح أنه للنساء فقط. ينفع للأطفال؟ نعم ينفع للأطفال. يعني أناشيد بالدف للأطفال ويسمعوها أمام الولد تمر، لا أقول لا أحرج واسعا، نعم تمر. الرنات العادية العادلة أصحابها موسيقى، وفي عندنا حاجة اسمها رنات العادية أصحابها موسيقى، ما هي رنة، هي رنة رنة جرس، نعم له أن يسمعها، لا أحرج في ذلك أبا البراء. وأهل الإسكندرية لهم ما ليس لغيرهم. يجزئك هذا أم لا؟ عامل المدينة أنت لابد تتجنبه، لابد أن تتجنب السماع، لا ما يصح السماع لا. أهل المدينة الإسكندرية، طيب ماشي. عامل ليس بحجة أبا البراء، ولا عمره يكون حجة، لكن نعم هم منارات العلم. أنا أنكر عليها بعثولي رسالة كده فيها إنكار لطيف يعني، وإيش فيها اسكندرية؟ اسكندرية في القمر يعني؟ نعم الحق أننا شايفين اسكندرية في القمر، وإن علت فوق ذلك حق لها، لما لها من يعني من 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 طيب ريحها وريحانها ومن طيب أهلها، وأيضا تمركز فيها العلم ابتداء وانتهاء. والحق أنك لو بحثت يعني اعترض أن أكثر العلم هناك. جهاد يقول عفوا هناك أناشيد بها همهمة بالفم ليس كصوت الموسيقى، هل تجوز همهمة؟ كأنه تحزين، لو تحزين صح ذلك كالحداء يعني يصح، ليس فيه شيء. نعم وهذا فرق بين أن تكون مؤثرات صوتية يعني يأتي بأصوات الموسيقى من فمي، هذا فرق بينها وبين ذلك. طيب ننتقل، هل علة النهي معتبرة في تمييز أنواع الموسيقى من غيرها؟ كيف ذلك يا طاهر؟ وضح لي ما تريد، بعد إذنك وضح لي ما تريد. يعرف أنا ضدك منها يا شيخنا، لا نرضى الله وجهكم وجهها، جزاكم الله خير، هذا من فضلكم، أنا من أصغر الناس. طاهر ماذا تقصد بقولك علة النهي معتبرة في تمييز أنواع الموسيقى؟ تقصد بذلك على ضرب الدف يعني ولا إيش؟ أن تطرب بها الأذان وتحرك بها المشاعر أم ماذا تريد؟ لا ليست علة. طيب خلاص، وإحنا نقول في هذا الباب يرخص بالدف، الدف يدخل معهم وقد رخص في الدف استثناء فقط في هذا الباب. نعم من أجل خرج الهاتف، خرج خلاص يا حبيبي، خرجناه الأمر منتهي. سيب الأخ أحمد أبو عبد الله يعني قسم الرنات إلى رنة عادية ورنة موسيقية، ما هي كلها رنة يا حبيبي. خرجت عمل بها البلو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.